أهلا بيك أستاذ لطفي صحيح رحموني يسر. حاضر معنا في كنوز بلادي كما كل نهار سبت. صباح النور. صباح الفل وصباح الخير للسادة المشاهدين. الاختيارات هذه نذكر مثال سيد أحمد رجب يعطيه الصحة في الضوء. أي بالطبيعة. وخاصة الجيل متاعه ومتاعنا كالنصف الباس مش الكبار مش الصغار. هذه الأجواء اللي عشناها في وقت من الأوقات. احنا زادة باش نعيشوا توا في على وقع الصور، لكن صور المرة هذه لأحد أهم عالم البلاد التونسية، هو معلم في حد ذاته وهو متحف، متحف باردو، لكنها راجعة لأواخر القرن 19. احنا عملنا زيارة، خذيت بعض الصور هذه، صور لكن تشوف فيها حاجات اللي كان واحد توا يعرف في المتحف. مش قلنا احنا فما أجزاء على قصر القصر بارتاج. خليناها على خطر الجمعة جاي كملوا مع القصر، حبينا نعملوا القصة هذه. علاش؟ على خطر المعرض مازال في التصوير، مازال شوية، لكن على خطر المعرض ينتهي الأسبوع الجاي نهار 7 جويلية. حبيناها تكون هذه دعوة للتلامذة، للطلبة، للعائلات باش يمشيوا يشوفوا المعرض بيسكو تو دخلوا في العطلة. أنا سألتك على خاطر برشا يتبعوا راهو. لا حبينا حتى الفيديوهات كي هبطت على الفيسبوك قاعدين يتبعوا فيها برشا، وإحنا عطينا أنونس لما زال عندنا بالنسبة على الأقل نقولوا لهم راهو مازالوا الأجزاء. خاطر القصر مازال فيه ومازال فيه الكثير، وهو الحقيقة تحفة. وهذا نفسه اللي بتشوفوه بالنسبة للعارفين بالهندسة ولا يعرفوا متحف باردو يشوفوه كيفاش كان وكيفاش ولا وقت اللي ولا متحف، لأنه في وقت من الأوقات هو كان، بتعرف نرجع للتاريخ متاعه، البناء الأول يرجع لعهد الحفصي بداية من القرن 15 مع إضافات في القرن 18 مع إضافات أخرى في أوائل القرن 19، ثم توقفت الأشغال وتزادت حاجات أخرى، لكن ثم حاجات ما نعرفوهاش. احنا توا كي نمشي ونشوفوا وين مجلس الصور سي لطفي. اي هذا اللوحه الفسيفسائيه اللي تعملت عند التدشين بتاع المتحف رسميا، وتم تدشينه في اواخر القرن 19، وتسمى في هاك الوقت هذاك المتحف العلوي لانه تعمل في عهد الباي علي باي. وتغير الاسم هذا عام 57، عام 57 اصبح المتحف الوطني بباردو. هذا التاريخ هو كان يوم 7 ماي 1888، الافتتاح الرسمي، ولو أن القرار اللي تم اتخاذه باش يصبح متحف يرجع لعام 1882. لكن ما نعرفوش اللي المتحف هو، احنا نشوفوه توا فك التركيبه نتاعه ونشوفوا المكونات، لكن ما تنساش هذه مثلا الآلة التصوير اللي تم استعمالها باش ياخذوا بها الصور اللي باش نشوفوها احنا، وكانت مستعمله في باردو، لانه متحف باردو كان يصدر هو نفسه البطاقات البريديه نتاعه، وهذه الآلة المعروضة في المتحف. وبجنب الآلة هذه ثم إحدى هي مش صور لكنك النيجاتيف معمول على البلور اللي كان مستعمل في كل وقت هذاك، كان البلار ومنه هو تعملوا الصور اللي 50 صورة غير معروفة معنا بالنسبة اللي تم عرضها، تعطينا فكرة على الأشغال لأنه احنا نشوفوا فيه توا كامل وحلو الى اخره، لكن هو لو كان كانه قريه كامله القصر هذاك تم حذف او اجلاء اجزاء منه. هذا النيجاتيف، هذه قطعه البلور اللي واحده منهم مثلا تعطينا القاعه مثلا معروفه بقاعه قرطاج، واللي باش يتم تدشينها رسميا يوم 4، معنا باش افتتاحها من جديد يوم 4 جويليا بحضور رئيس فرنسا اللي جاينا الاسبوع الجاي في زياره للبلاد التونسيه. فرانسوا اولاند باش يكون بيناتنا نهار 4 جويليا في باردو لافتتاح القاعة هذه. هذه صورة من أول الصور اللي تعملت لقاعة قرطاج، تسميت كذلك قاعة قرطاج لأنها فيها مجموعة من النقوش أو المنحوتات لكلها التماثيل جاية من قرطاج. هذه صورة خارجية للمتحف، معناها ماخذينها من كيفاش كان القصر باردو، هذا نقولوا احنا المتحف، لكن هذا قصر باردو، وهذا اللي توا يأوي المجلس التأسيسي اللي كان البرلمان. ثم صور اخرى تنشوفوها من الخارج كيش كان. هذا المعرض هو عنوان المعرض باردو 1981-1915. هنا مجموعه ماذا اللي تم تكبيرها من الصور. احنا كي نقولوا باردو راهو بالنسبه لنا مفخره للبلاد التونسيه، لكن للاسف نعاود ديما نذكر، قلبي يوجعني كي نشوف الاضافات، مش انا وحدي، راه هذايا باش نعبر على راي نتاع مجموعه من حتى الزملاء بين الاساتذه المختصين في الاثار، يراو انها ساعات نقولوا شوهت نوعا ما هكا الطابع العربي الاسلامي اللي كنا نعرفه. شوف هذه حاله الخراب اللي كان عليها
القصر أو جزء من القصر، الجزء الشمالي من القصر اللي تم ترميم جزء منه، لأنه الباقي الكل تم حذفه، واللي هو توا أصبح اللي يعرف المكان الباركينج هذاك اللي قدام المتحف هو هذا اللي كيفاش كان. وثم أجزاء من وعناصر متاع بناء تم استعمالها وإعادة استعمالها، هكا كان جزء من المتحف اللي احنا نعرفوه طبعا. هذه الصورة وقتها؟ هذه في تعملت عام 1882. خاطر الأشغال دامت حتى هو ترميم نتاعه. فترة الحماية يعني. هو الفكرة كلها متاع النشأة متاع المتحف كانت مع الحماية. مع الحماية. أنا عام بعد الحماية تم اتخاذ القرار باش يصبح متحف. هذا دائما أحد أجزاء من اللي نعرفوه طبعا المتحف، ونقول قصر برضه. لأنه فيها أجزاء اللي اندثرت، هذا كله اندثر نشوف فيه ما عادش موجود. هذه الخمسين صورة هي راهي الفكرة كانت معناها من المعهد الوطني للتراث ومن المشرفين على التراث في وزارة الثقافة بالتعاون مع دائرة ثقافية في السفارة الفرنسية. هذا اللي تشوف فيه توا هو بالضبط بين المدخل متاع اللي نسميه الدروج متاع الأسود في البرلمان أو في المجلس التأسيسي، هذا اللي كان قدام البني، معناها كان قدام المدخل الرئيسي الحالي للمتحف. هذا كله تنحى، هذا يمشي، معناها احنا نشوفوه طبعا على الصور، لكن كي يدخل واحد ويشوف هكا الجازون والخضار، ها واش كان في بلاصتو، كانت البناءات هذيا واللي اتنحات. هذا أيضا جزء لكن تم ترميمه، وهو موجود طبعا حاليا في المتحف. نشوفوا حتى الأجزاء اللي معناها تغيرت، لو كان واحد يهز التصاور هذم ويشوف الشيء الموجود، ثم برشا اضافات وبرشا تحسينات اتعملت. هذوما البراكين اللي يطلوا على دائما على المجلس هو التأسيسي. القصر في شكله المعماري كل اقرب لاي بنية من اللي حكينا عليهم، هو تاريخ نتاع نقولوا الهندسه التونسيه خلال العصر الحديث. معناها ثم تطور، لكن نبداو من اواخر السعادة مثلا تاع المرسى، لا بعيد عليه برشا، على خاطر هذاك تبنى في فتره متاخره نسبيا مقارنه مع الشيء الموجود توا اللي نعرفوه في المتحف. هذا بعد ازاله كل البناءات اللي كنا نشوفوا فيها، هذا توا تقريبا هو الموجود حاليا. وهذه الصوره اللي ماخوذه عام 1896، هذا التاريخ نتاعها 1896. هذه البناءات اللي تم ازالتها، لكن هذه من الخلف، ومن الخلف هذه وين بعدها ظهرت الأرقة. والعام اللي فات لأول مرة يتم استغلال الفضاء الخارجي للمتحف، لكن من الخلف من جهة البرلمان السابق، اللي قامت حفل خلال شهر رمضان الفايت. إن شاء الله البادرة هذه تتواصل، ولما لا معناها يتم استغلال الفضاءات هذه. هذا حاليا ما تقريبا كما هو موجود من الواجهة الشمالية من جهة الباركينج نتاع المتحف. احنا راهو نحبوا الناس تمشي تشوف كيفاش كانت، كيفاش ولات، اللي ثم ناس خدمت. احنا حتى البناء او تشوف حتى البنائين في الفترة هذيك الاغلبيه نتاعهم كانوا اجانب، لكن كل ما يتعلق بالترميم نتاع التزويق والزخرف في الى اخره هما حرفيين توانسه اللي قاموا بذلك، وعادوا له الحياه من جديد واعطوه القيمه نتاعو اللي توا نشوفوا فيها. احنا هو تعمل على حسب الانماط، لانه ثم حاجات تعملت في القرن الخامس عشر او السادس عشر، لكن تعرضت في خلال القرن التاسع عشر، في اواخر القرن التاسع عشر. نعم. والمجموعات ايضا احنا هذا كل راهو تجي على الزيارات ايضا، ونتمنى انه المعارض من النوع هذا تخرج من المتحف وتمشي لاماكن اخرى للتحسيس وللتعريف بالمتحف بطريقه اخرى، غير الطريقه العاديه اللي كنا نعملوا فيها. هذا طريقه جديده نقولوا باش نفكروا الناس بقيمه التراث، التراث المادي والمادي وهذا المادي بصفة خاصة في حالته الحالية. شكرا لك. ومازالوا العديد من الصور، خاطر ما نجموش نستعرضوهم الكل، هم عشرات من الصور. هذا يعني هي فكرة، صور بعض صور المنطقات اللي يحب ياخذ تفاصيل اكثر. تبقى اسبوع للمعرض، ولو انه نطلب بكل لطف من كل المسؤولين انهم يضيفوا، بما انها توا جايه العطله ما فيها بس يمدوا شويه بضع اسابيع حتى نمكنوا الطلبه والتلامذه اللي هما في عطله من زياره المتحف الوطني. نعم. لباردو. سي لطفي شكرا لك، كان هذا اقتراحك اليوم في كنوز بلادي، باش نخليك توا في انتظار العوده الاسبوع الجاي القصر الرئاسي في قرطاج. نوصلوا مع الانغام الحلوه وانغام وقتكم.
كما قلت سي لطفي. اي وقتنا روانا ما عشتش عام 1900 بعد شوي. فريد الأطرش أضنيتني بال